مساء الجمال، مساء الخير، مساء اللحظات والأيام الحلوة. اليوم شملنا ورحنا على إربد. وصفاتنا كلها اليوم مع ضيفتي الجميلة اللي بتجنن عطاف العموش. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي حياتي. يعني أنا شوفي جاي مش يعني تعبان شوي وحالتي حالي، بس شفت هذا الجمال كله عطتيني أقول لك طاقة غير شكل. أول إشي يعطيك العافية على الصفرة الحلوة اللي أنت عملتنا إياها اليوم، وهي رح تكون إن شاء الله صفرتنا اليوم ضمن بهار ونار بحلقة يوم الخميس. حلقة مميزة جدا وجميلة جدا، ورح نعمل وصفات أردنية تراثية إربدية. يعني يا أهل إربد اليوم الحلقة لكم، يعني بدي إياها تتشير وكومنتات وتوصل لأكبر عدد ممكن. اليوم على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في أوفيشال، فوتوا هلا شاركوا قد ما بتقدروا. كل جماعة إربد والله لا أزعل منكم اليوم إذا ما شيرتوا وصلتوا حلقتها. تحياتي لإربد، أصلا أنا أخذتها من أهل إربد من راس الكوم زي ما بيحكوا، أخذت الطريقة وتعلمتها منهم، وما شاء الله يعني هم بتفوقوا علينا فيها كتير، بس أنا اليوم إن شاء الله راح أكون قد ثقتهم. يعني هي قلب كيك صراحة، مش طالعة معي مكمولة، طلعوا ما أحلاها، طلعوا جمالها. يعني شو هالأناقة، شو هالترتيب، شو هالمكمورة. يعني أحيانا العين بتاكل، والله العين بتاكل. شوفوا جمالها، يعني بجوز أحلى مكمورة مرقت علي وحياة الله، يعني بتجنن. ويعطيكي ألف عافية. اليوم زي ما حكيت لكم كلياتكم حلقتنا رح تكون مميزة جدا. اليوم مع ضيفتي عطاف العموش رح نعمل المكمورة ورح نعمل التشعتشي بإذن الله تعالى، ورح تحكي لهم إياها بالتفصيل الممل بإذن كل اللي بيحضرونا على الفيسبوك كالعادة بحلقة يوم الخميس. بحب كتير انه ضيوفي يوصلوا لابعد مكان ممكن ولاكثر حدد ممكن يحضروا حلقاتهم ويشوفوا ايش الوصفات اللي عم بيقدموها. فبدنا نشير الحلقه على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال لحتى تفوزوا بنهايه الحلقه باكج مجموعه منتجات مقدمه من الجزيره. اهل اربد رجع ذكريهم لاهل اربد. ذكريهم على العين والراس، واكيد انا اخذتها من اهل اربد وتعلمتها كثير، لا مره ولا مرتين. بحب اشكر اللي علمتني اياها، لاني انا بطبيعتي بس بدي اخذ وصفه بروح على راس الكوم زي ما بيحكوا، واخذ الوصفه من اهل المنطقه، فاخذتها من اهل اربد. بوجه تحيه لام ميلاد العزام ولصاحبتي عبير اللي هي دلتني كيف طريقتها وطبقتها اكثر من مره، وكانت من اروع الوصفات صراحه. يعني اليوم فيها اليوم رح تعملي لنا اياها زي هيك بالضبط ان شاء الله، ورح تقلبي لنا وحده ثانيه ابصر محروقه مش محروقه. الله يستر. مش ما بنعرف ايش. فنبلش اول شيء بوصفتنا الاولى عشان نحكي احنا وست عطاف زي ما قالوا هينا، شملنا ايش والنيه، شملنا والنيه وناخذ مقادير وصفتنا الاولى. لا المكمورة رح نحتاج 2 كيلو طحين قمح مع طحين أبيض ماء حسب الحاجة، 3 كيلو بصل، جلشين مقطعين من العز، كوبين زيت زيتون من أبو عدية طبعا، وبهارات معلقة ينسون ومعلقة شومر، وبدنا عصفر، وكمان رح نحتاج ل ملح فلفل أسود من الكسيح وكمون وحب هال. يعني جماعة إربد اليوم شكلكم رح تزعلوني منكم، لسه تفاعلكم مو كالعادة، فرح أخذ هلأ إيش أهل الجنوب وأهل الوسط وأهل كل حدا، إنه الحلقة بدنا إياها تتشير لكل مكان لحتى وصفاتنا الأردنية التراثية توصل زي ما قلت لكم لأكبر عدد ممكن. رح تفوزوا بنهاية الحلقة بجائزة هي عبارة عن مجموعة منتجات من الجزيرة. طيب ناخذ مكمورتنا الحلوة هون على صفرتنا ونبلش تحكي لنا إيش رح نحضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء رح نحتاج للعجين، نجهزها طحين قمح مع طحين ابيض، بس القمح بيغلب على الابيض. يعني قديش احط تقريبا؟ اذا بدي استخدم 4 كاسات طحين قمح مقابلهم 2 ابيض. 2 قمح 2 ابيض، 4 قمح. نص نص نعم. الكميه. طيب لانه اصلها انه يكون بزيت بطحين القمح وزيت الزيتون، يعني طيب. بتعطيكي طعم. هلا العجينه ما فيها خميره؟ لا ما فيها خميره ابدا. ننزل طحيناتنا. تمام. يفضل تعجنيها بنفس اليوم قبل بيوم قبل بساعه؟ قبل ما تبلشي تعمليها تقريبا بربع ساعه نص ساعه حسب ما انت بدك تشتغليها، يعني بدها راحه تقريبا ربع ساعه. والله هي بلشوا كثير متفاعلين معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنحط يسعد هالصباح وهالايدين حلوين. رح نحط اليانسون، انا بحب اليانسون والشومر ما يكونوا كثير بس عشان يكون على المعده اريح، وطعمها يعني فيه هيك نكهه زاكيه، هي ريحتها يعني حلوه كمان. انت عامله شيء وبس في البصل موجود، هاي حنستخدم قزحه والسمسم. انا في ناس بكف حسب الرغبه، في ناس بحب القزحه تكون طاغيه، في ناس بحبها عادي. انا صراحه بحب كثير حبه البركه بالاكل، كثير بحبها بالعجائن، بس اذا كانت زياده عن اللزوم احيانا بتكون يعني كل شيء خير الامور الوسط. حنستخدم مزبوط. السمسم تمام، وحنستخدم معلقة ملح. لا هي مفتوحة أصلا. أوكي.
هيك على عيار. على عيار. وقد ايه بتحطي زيت زيتون تقريبا على الكميه؟ هلا بحكي لك، بدها نص كاسه زيت زيتون. اه العجينه عم بتملحيها منيح؟ نعم، يصير طعمها ملح. ملح لاني انا اوريدي هون مخفف البصل، الملح على البصل وعلى ال وفلفل اسود برضه مستخدمين اليوم. لا سوري سوري، ملكسي ما في فلفل اسود. الفلفل الاسود رح استخدمه على الحشوه الثانيه. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نعجن، نحط المي، مي دافيه بدها تكون. نعم لحظه بس انت ايوه حطي المي احسن عشان احنا بنرشق الدنيا طحين. يلا حضر خلص عادي. ايوه يلا. طيب وانت عم بتعجني لنا هالعجينه الحلوه من المكموره، بدي ارجع اذكركم يا جماعه وين الهمه، وين الحماس، وين الفزع اليوم. أهل إربد وأهل الشمال بدهم يوصلونا هالحلقة لأبعد مكان ممكن. ما تنسونكم رح تفوزوا بجائزة مقدمة من مجموعة الجزيرة بآخر الحلقة، فكثفوا لي من مشاركاتكم شير 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 عشان ضيفتي توصل لأبعد مكان، عشان الحلقة توصل لأبعد مكان. تقريبا قديش حطينا زيت؟ تقريبا نص على الكمية اللي أنا حطيتها، الأربع كاسات طحين وكاستين الطحين الابيض، بدنا تقريبا نص كاسه. طيب بدنا نقولهم انه زيتاتنا اليوم لكل حدا بيسال او ما اشترى زيت الزيتون، انا عم بستخدم زيت الزيتون من معاصر مفيد ابو عاديه يا جماعه بماحص، عاملين لكم التنكه هلا ب 80 دينار، فكل اللي عليكم تروحوا على هالمحصره بها ماحص باحلى مكان مطل على القدس وتاخذوا زيتاتكم وتفطروا وتروحوا. وهلا موسم الزيتون والمكموره بتشتد الطلب عليها والناس بتشتهيها، موسم الزيتون، موسم الزيت والزيتون والشتاء يعني طبخه شتويه. صح. طيب وانت بتعجني بدي اورجيهم انت عامله فكره كثير حبيتها وكثير حلوه اللي هي المكموره الميني. ميني مكموره يعني طلعوا ما احلاها، عملتهم بقوالب الكب كيك، شوفوا ما احلاهم. طلعوا حبيت كثير في حدك. احنا بمطبخنا نهتم بالبوفيهات انه حدا يطلبهم على البوفيه، اورجيكم اياها. فما بتكون معروضه زي هيك، فبيحبوها على البوفيهات ياخذوها بهذا الشكل. بتجنن الصراحه، هي فيوجن يعني. يمكن اهل البلد بتقول لك احنا المكموره هلا يا شيف عطاف بدها تكون مو عادي. وينك تمر عبد الهادي تدوقي؟ مو عادي قد ايه زاكيه، كثير زاكية. اكمل لك اياها عجن انا منيح يعني ان شاء اذا بتحبي انا يعني. لا عشان نكملهم احنا عشان أوكي. وقتنا هلا. العجينه بدها كمان بس شويه مي يعني لو تركنا اعطيكي كمان شويه مي. بس بدها كمان شويه طيب. مي تكون تمام. طيب انت محضره عجينه؟ حضرتها بس على اساس ال احنا لانه اسم الله كميه الطحين اللي حطيتيها منيحه. بحب اقول لهم دائما الطحين الاسمر الشغل فيه شوي اسلس من الطحين الابيض. نعم لانه ناعم انعم شوي، فما بغلبكم كثير زي الطحين الابيض. خلص لانه احنا كميه الطحين ما شاء الله كثير كبيره على قد ايه عجانتنا ماخذه. خلص خلينا ناخذ نورجيهم اياها، نورجيهم اللي انت محضرتها. بالعاده قديش بتريحيها ست عطاف؟ يعني تقريبا ربع من 10 لربع ساعه يعني مش كثير. يعني هي في حدا كمان ممكن يريحها نص ساعه، ما بتفرق، كل ما ارتاحت كل ما اعطتك. هلا انا كنت بفكر انه زمان بيعملوها وبيريحوها قبل بساعتين وثلاثه، وايام بيعملوها قبل بليله. لا لا هاي ما هي مش مخمره، وهي كل ما راح بتجنن العجينه، بتجنن. طلعوا كثير حلوه. حطيتي فيها كركم او عصفر او شيء زي هيك؟ اذا حدا بحب يحط يعني حلوة. مش شرط انك تحطي او ما تحطي، فهي الطحين القمح اصلا راح يعطيها اللون اللي احنا بدنا اياه. اسمعوا طحين القمح كثير اسهل للفرد وللشغل من الطحين الابيض. تمام. طيب هلا هيك العجينه جاهزه، ريحناها 10 دقائق. بدي احطها هلا، راح احتاج اخبيها وامسح لك المكان عشان تعملي لهم الحشوه. ايش حاطه بالحشوه؟ اوكي هلا قولي لنا ايش حاطه بالحشوه. نحتاج كمية زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. حشوه المكموره، بصل مفروم ودجاج. البصل بحط عليه رشه كمون وملح وفلفل اسود. تمام. والدجاج ما يعني مش سلق. تحطي تهبيل مع البصل. مع البصل زي ما بنعمل المسخن. زيت زيتون كميه منيحه فبتستوي. هلا في ناس بفضلها يكون مش بالعظم، والاصل فيها انها تكون بعظم. بس هلا العالم اللي بيطلبوا للمكموره، في ناس ما بحب العظم بيكون بالمكموره، فبيطلب لنا اياها انه مسحبه. فما مو شرط انها مسحبه او هي مكموره يعني بالنهايه. طيب. هلا انا بدي احكي لك شغله قبل ما اجي على الحلقه. كتبت امبارح لضيفتي اليوم رح تعمل مكموره، ماشي؟ كل الناس بلشوا يبعثوا لي طب ما تحط سماق، هي الاصل بسماق ولا بلا سماق؟ هلا السماق برضه موضوع اختياري،
في ناس بيحطوا سماق، في ناس ما بيحطوا. وهي الاصل انه سماق ولا بلا؟ بلا بلا سماق. بلا سماق، فهي سماق اضافي منا صراحه عن المسخن. المسخن هلا هو اختياري بيعطي حموضه، بس بدي احكي شغله انه سماقات اهل اربد صراحه لو حطيتيهم ما بيعطيكي لون، بيعطيكي حموضه طيبه كثير. يعني صح. شو ما حطيتي منه ما حيبين اللون صراحه. صح يعني صح. وهدول من اهل اربد كمان. يعني عمر دراغمه بتقول لك ما شاء الله منتجاتهم، يعني ام وليد عم بتقول لك مبدعه، نجاح شحادي عم بتقول لك مبدعه، فاتن انا حابه كثير انه في اسماء كثير اليوم الحمد لله عم تحضرنا، ولكن لسه لا. هي نزلنا لك الصفحه على الفيسبوك اسم مطبخك اللي هو مطبخ ورق وعنب. نعم صح، اللي هو انت طورتي عليه، هلا رح نحكي عنه اكثر. وهي رقم التليفون كمان عشان اي حد بحب يوصي من الاشياء الحلوه اللي عملتها البوفيه العربي الجميل. انت كم اللي حطيتي زيت؟ هلا بنعمل صينيه، اللي بدنا نجهز الصينيه اللي بدنا نستخدمها ونحط بقلبها قصدير ونحط زيت زيتون. طبعا كل ما اكرمتي المكموره بزيت الزيتون كل ما اعطتني طبقات كرنشي اكثر ولذيذه. نعم. اكثر. ويلا يا اهل اربد اليوم هيهم بلشوا يتحمسوا معانا. نهى عم بتقول لك مبدعه ما شاء الله عنك، هيام بتقول لك ما شاء الله، حياه عم بتقول لك ما شاء الله عنك كثير شطوره، ام محمد عم بتقول لك بتجنني، زهره هياجنا عم بتقول لك ما شاء الله مبدعه. طيب اول شيء لازم نحكي لهم معلومه انا كثير بحبها عن المكموره وهي ما حكيت لها والله اول ما بلشنا. انت بتعملي البطانه؟ نعم. خلينا نحكي لهم عن البطانة. أغلب الناس بيعملوا المكمورة بدون البطانة اللي هي بتحمي لكم الطبقات اللي جوا، صح؟ نعم. ولا لا؟ فأحكي لهم إيش هي فكرة البطانة. هلأ أنا أول ما تعلمتها صراحة تعلمتها على أساس طبقات طبقات. تمام. بس لحتى نعمل البطانة بتحميها وصراحة للشغل وللبرزنتيشن، فلما بتفتح الطبق اللي هي بتبين عندك الطبقات كلها، فهي زي الغلاف اللي بتغلفها، اللي بتغلف الطبقات اللي جواها. نعم. عندنا هون الصينية صح ست عطاف. نعم. اسمع أنا بدي أقولها شغلة لست عطاف، بقولها اسم الله اسم الله مبين أنا وياكي إيش نفس العمر، بعدين جايب الصبايا معها الله يخلي لك اياها. الله يسعدك. بسم الله بابا بقولها مو مبين عليكي، الله يعطيك الصحه والعافيه. بس بحس كل ما الانسان كان نشط ومجتهد كل ما يعني اعطاه طاقه واعطاه الحمد عمر. لله. طيب وانت عم تعملي لنا البطانه اللي هي الطبقه الاولى الخارجيه، احكي لي كيف ايش اللي اجى على بالك تتعلمي رغم انه انت كنت تشتغلي شيء ثاني مختلف؟ نعم. شو اللي دخلك على مجال الطبخ؟ ليش؟ هلا انا صراحه هي تقدري تحكي انه شغف حب بالمطبخ، ما بعرف منه انا صغيره كنت احب الاشياءات المطبخ، يعني بدخل المطبخ بكل نفسيه حلوه، يعني ما بكون حاسه حالي اني رايحه على المطبخ غصب عني يعني، او انه المهم اطبخ والسلام. اللي كمان بحبه انه كيف اعرض الاكل، يعني حتى لما بطبخ طبختي بحب تكون هيك لاهل بيتي. فيها هيك يعني تجذبها. فبلشت هاي الامور عندي هيك يعني على مستوى بيتي اهلي مع اصحابي، انه لما اعمل بوفيهات او اعمل انت غزايا. انت اصلا كنت تشتغلي قبل ما تصيري موظفه بوزاره التربيه والتعليم؟ اصلا انا خريجه اداره وعلوم سياسيه. وبعيدي كل البعد يعني كل البعد. فبعدين فكرنا يعني احنا واخواتي بمشروع هيك للمستقبل، بس نخلص تقاعد، انه الواحد حلو يعبي فراغه ما يكون انسان فاضي، بس عند هاي المرحلة وخلص. يعني احنا ففكرت بهذا الموضوع، وبحب هاي المناسبة اشكر والدتي كثير كثير الله يخليك، لانها هي اللي شجعتنا ودعمتنا بالمشروع. اول ناس هيك يعني بلشنا بهاي الفكرة، يعني بدي احكي لك يمكن قبل 5-6 سنين، وكان بداية عيد وبلشنا بالمنتجات اللي هي كعك العيد وهيك. فكانت اول حدا لما سمعت بالفكرة إلا صممت تشتري من إنه ها هي أول هاي، فدفعت مبلغ يمكن 5 سنين. وإحنا بحكي لها لا إحنا عم بنجرب وإشي، هي بتحكي لا أنا بشجعكم ما أحلى تلاقوا إشي يعني الواحد يتسلى فيه ويفيد الناس برضو، لأنه مشروعنا إحنا كمان إن شاء الله إذا طورنا واشتغلنا عليه مفكرين نعمل مركز تدريب. شوفوا التطوير ما أحلى، لما أنتوا تعملوا أكلات عربية شرقية وتوصلوها لكل البوفيهات الغربية والعالمية صراحة بتستحقوا التقدير. طيب انت رح تفردي الطبقه الثانيه رح تحطيها؟ ما رح نعمل شيء احنا بالفاصل، بس مضطرين نطلع فاصل. بس انا كثير مبسوطه انه حماسكم هلا زاد، ما تروحوا بالفاصل لاي مكان، وخليكم بعثوا لنا كومنتاتكم وشيروا الحلقه لتوصل لابعد مكان، وبنشوفكم بعد الفاصل. وسهلا فيكم مره ثانيه بحلقتنا المميزه اليوم مع ست عطاف العموش. اليوم عم تعملنا اكلات من اربد، يعني اليوم شملنا على الاخر، عاملين مكموره وعاملين شعشيل وعملت لنا كم من شغله هيك لذيذه رح ابلش اكل فيهم انا غير المكمور اللي اكلته هلا.
المهم كل عم يحضرنا هلا يفوت على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال لحتى يشير الحلقه، تبعتوا لنا رايكم، تبعتوا لنا اذا عندكم اي استفسار اي سؤال اي معلومه حابين استعطاف تحكي لكم اياها لحتى الناس اللي بيعمل مكموره لاول مره. بدي حماسكم كعادات حلقات يوم الخميس، بعرف انه احنا تعليم عن بعد بس والله الحلقه بتستاهل اليوم انه انتم تشوفوها. رح تفوزوا بجائزه مقدمه من منظفات الجزيره باخر الحلقه، ف شيروا قد ما بتقدروا. طيب احنا قبل الفاصل شو كنا نعمل يا ست عطاف؟ كنا بنعمل طبقات المكموره، عملنا تقريبا انا عاملها هاي الوصفه لعشر طبقات علشان وهي احسن تكون عشرة، في ناس بيعملوها اربعة وخمسة انا بطلع انه لا ليش ليش؟ طبعا هلا حسب كمان حجم الصينيه، اذا كان يعني هلا في عندك المكموره الميني، في عندك المكموره اللي بتيجي الميني، هدول اللي حبيتها كثير اكلتها على فكره واكل طارق ملحم هلا معنا صح وهذا فاحنا بناكل وبنحط وبنزين قاعدين. قديش طبق الميني؟ الميني تقريبا اربع طبقات، اربع طبقات غير الغلاف اللي هي البطانة. نعم يعني تقريبا خمس طبقات بس طعمها بشهي، قلت لك يعني طعمها كثير لذيذ. رجعت رحت نديت مدير برج تعدو لازم بدو قد ايه زاكيه وقد ايه انت مبدعه. هي الفكره انه الانسان دائما يطور من الإشي، كلنا عندنا نفس المهارات ولكن طبعاً. كل ما طورها الانسان. هلا عملنا البطانة، اول شيء حطيتي ورق الفويل. نعم. زيت زيتون من نعم. معاصر طبعا مفيد ابو عزيز كل طبقه يعني بتحاولي انه بعدين البطانه بعدين البطانه بعدين حطينا كمان طبقه عشان الناس اللي بيعملوا معنا مكموره اول مره صح؟ نعم بعدين ضفتي بصل فقط بصل اول طبقه نعم الطبقه الاولى بصل الطبقه الثانيه كمان طبقه بصل بالنص هلا بس هاي بتصيري تحطي كل طبقتين بصل طبقه دجاج طبقتين بصل طبقه دجاج نعم تمام. وانت الدجاج بعضنا اليوم كمان مستخدمين الدجاج يا جماعه من العز، فكره العز كثير حلوه وكثير مفيده. اول شيء في لهم 100 فرع صاروا اسم الله، في الفرع الجديد اللي فاتح باسواق السلام تقدروا تاخذوا منه دجاج وخضره ولحمه كمان، او تفوتوا تطلبوه من طلبات او من الابلكيشن. خذوا الدجاج اللي بالحجر اللي بيكون فروزن او كل منتجاتهم الفروزن حطوها واستخدموها او وقت ما بدكم. طيب طبعا كل ما كانت كريميتها بالبصل طبعا اطيب يعني. طيب كميه اول هديه لازم اقرا لك هذا الكومنت لانه عم بيروحوا بسرعه الكومنتات. اول هديه تلقيتها من الشيف عطاف كانت معمول العيد وكانت بدايه قصه حب لاكلاتها. صح. عم تبعث لك يا صفاء صح وهلا فكتير عم بعثوا لك روعه، ريحه الكل وصلتنا وريحه الاكل وصلتنا. مقادير العجينه مره ثانيه تعدي لهم اياها يا ست عطاف يلا. كل اربع كاسات طحين قمح بنضيف لهم كمان مع كاستين طحين ابيض، بنضيف عليهم معلقة صغيرة ينسون ومعلقة صغيرة شومر ومعلقة صغيرة ومعلقة كبيرة ينسو عفوا القزحة والسمسم ورشة ملح وبتعجنيهم بمي دافية تتركيها ترتاح يا دوب من 10 ل 20 دقيقة، ولو طولوا أكثر بتكون كمان العجينة مرتاحة ومعطيها هيك. هلا انا حاب اكرمها كمان شوي زيت بالزيت. هلا بتحطي بين الطبقات زيت ولا بس مرات تفرديها؟ لانه هلا انا كميه البصل صراحه الزيت اقل شوي بس انا بحب اكرمها بالزيت، وخصوصا انها بطحين القمح. طحين القمح بمتص الزيت وما صح. بيوجع المعده صراحه، يعني بتحسيها خفيفه. واللي جرب مكمورتنا اتوقع راح يحكي يعلق او يحكي مزبوط، يعني كثير ناس ذاقها بحكي لي صراحه ما بتثقل على المعده. ربيع عم بيقول لك من زمان وانا نفسي اتعلم المكموره يا ست عطاف يسلم ايديك، بس انا بدي عشان احنا نخلص موضوع المكموره والكل يكون مستفيد خلاص هاي تشرحي لي كيف عملتي البصل والجاج مع بعض. البصل والجاج هلا انا حطيت الجاج بقلب طنجرة حطيت زيت زيتون وتركته على نار هادية يتهبل شوي، والبصل فرمته ناعم وزيت زيت. يعني الدجاج مش مستوي؟ مستوي نص استوى نص استوى. يعني كنت بدي احكي لك مش مستوي على الاخر لانه هلا بده ياخذ كمان استوى من الفرن. ما هي بتقعد قد ايه قعدتيها بالفرن؟ بدها انا على فرن بيتي العادي بتاخذ لها من 3 ساعات لثلاث ساعات ونص على نار هادية طبعا. كل هادية كان اوطى نار عندهم بالفرن؟ نعم اول شيء على نار درجة حرارة عالية، وبعدين بس ناخذ طبقتنا الاخيره. نجاح شحاده عم بتقول لك من زمان نفسها تعملها على فكره، والله لذيذه مش يعني اسمعي بالعاده انا بحب كثير ضيوفي ودائما بس يجوا عنا بيكون ضايقين اكلاتهم وشايفين صفحاتهم وكل شيء، ولكن بجوز اطيب مش قلت لك اطيب مكموره اكلها بحياتي اليوم والله كانت لذيذه وهيك طبقات رقيقه ويعني عن جد زاكيه يسلم ايديكي وعينيكي.
مين عم بيبعثوا لك كلهم فرح عم بتقول لك يعطيك العافيه، رجاء عم بتقول لك يسلم ايديك يا شيف، ام بدر عم بتقول لك صباح التفاؤل من اربد. صباح. طبعا تحيه كثير كبيره اليوم لاهل اربد واهل الشمال، وانا كثير مبسوطه انه هاي الفتره عم نركز كثير على الوصفات والاكلات الموجوده عندنا بشمال الاردن، طبعا هي كثيره وكثيره ولكن نحاول ان شاء الله نغطيها مع موسم زيت الزيتون. وبرجع بذكركم اليوم زيتاتنا من عند معاصر مفيد ابو عاديه. اخر شيء اخر شيء هلا حطيتي طبقتين انت دجاج وبصل. نعم طبقتين بصل دجاج وبصل، طبقتين بصل دجاج وبصل. نعم. واخر طبقه لحد ما خلص الدجاج والعجين، هلا اخر شيء بدهنها زيت. بمسك الطبقه الاخيره. الاخيره هلا انا بدي اسالك، في كثير ناس بيعملوها وبتنحرق معاهم، شو السبب؟ اكيد بيكون درجه الحراره عاليه، هي كل ما كانت على نار هاديه. تخيلي لما تكون على الصوب يا شيف امتياز، والله بتعمل عصبت يا يا سلام قالب كيك. بقول لصديقة لإلي أكثر إشي كنت بحبه وأنا طفلة أيام ما كانت الحياة بسيطة إنه نعمل سندوتشات اللبنة والزعتر على الصوبة أو الكيكة، كانت أمي الله يرحمها تعملنا إياها، فهاي أحلى ذكريات طفولة. هلا برجع كمان أدهن الوجه زيت بس أغلبك. ما شاء الله. طب أنا اسمع، هي فتحتها بالصدفة، احكي لي إيش سبب إنك حاطة فيها إصبعك؟ ايش بتدوري على فرشايه؟ بدي شو اسمه، طبعا هي ايش مرات في ناس بيحكي لك هي بصمتي. احكي لي انت على ثلاثه. بدي الفرشاي، بدي افتح فتحات على اساس ال انت طب بهاي مستزبط اذا في مجال. عندنا سكين، هلا بعطيكي سكين. ايش الفكره من الفتحات اللي رح تعمليهم بالمكموره؟ انه البخار كلها بتتخلخل الطبقات كلياتها. اوكي حلو حلو. هي انت عامله هون اربعه. اربعه سخنه، ديري بالك. أربعة. نعم طبعا. هلا انا سالتك ليش بتنحرق معانا، قولي لي، في ناس كثير بتشكي انه انا حطيتها ساعتين ونص وانحرقت، حوافها انحرقوا، فكيف انا اعرف اذا عملتها بالبيت لاول مره انها ما راح تنحرق معي؟ النار بتكون زي ما حكيت لك على نار هاديه، اول شيء تكون على الرف التحتاني، وبعدين انا برفعها على الرف يعني بس تسخن وتبلش بدها تتحمر يعني شوي شوي على اساس كمان تاخذ كل الطبقات نفس الاستوى، وصدقيني ان شاء الله ما تنحرق. بتحطيها على الشبك ولا بتحطيها تحت؟ على الشبك. على الشبك. نعم يعني بالنص. هلا اول ما احطها بالفرن افرجيك على يلا ورجينا هي على الفرن، عشان انا بحب المكموره بالذات، في كثير ناس بيعملوها. هلا احنا بنبلشها هون على نار حاميه. اوكي. لمده يعني تقريبا احكي لك ربع ساعه ونص ساعه، بعدين انا برفعها على الرف الفوقاني على نار هاديه ثلاث ساعات. طب كيف بحذر انه بعد ثلاث ساعات انه امورها تمام؟ بعد ثلاث ساعات بفتح على المكموره، تكون جنابها بلشت هيك تاخذ الحمار اللي انت بدك اياه، بتشويها وبترفعي القصدير. عفوا افرجيك هنا. يلا يلا تعال ورجينا على هاي، هيك عشان نكون احنا وصلنا لكم فكره المكموره على طول. هلا انا بعد بدي اخذ صحن، انا تكون بفتح عنها بعد ثلاث ساعات، برفع عن الجناب بصير اشوف الاحمرار اللي صار هون، فبتاكد انها استوت. طبعا الفتحات هاي بتعطيني كمان انه الطبقات كيف انها مستويه. يعني هاي ما في عجين. عرفت. فبالتالي طب يلا ها بس قلبي اياها ما هي هتقلب لكم اياها تشوف. هلا احنا هاي هذيك اجت مقلوبه جاهزه، هلا هون السر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متاكده انها حلو منظرها ولونها بجنن ان شاء الله. هي اليوم اللي عملناها اول ما اجيناكم حطيناها على فرنكم، فان شاء الله تكون لا اكيد بتشحي. بدك اساعدك لحظه لانه هو ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا باخذها على الوسط. طيب كل الناس عم بيبعثوا لك كل الحب لبهار ونار، عم بيقولوا لك ضيوفك الكرام الرائعين، وتحيه لكل ضيوفنا الاردنيين الرائعين من كفر اسد، من وجه لكم تحيه. شكلها بيشهي وانا متاكده حطيتي زيت زيتون كثير صح؟ نعم. هلا زيت الزيتون شايفتي هاد؟ مجرد ما ارجعه وانت عم تورجيهم اياها خلود الهدهد، ما بدي يروح ولا كومنت لانه اسم الله كثير كثير الكومنتات عم بتقول لك احيانا الطبقات بتكون متلاصقه مع بعض، شو السبب؟ متلاصقه تكون عجينتها العجينه فيها. اكيد. او مثلا مش تكون لها دخل بالرق. هلا بحكي لك، في انا مثلا في ناس مثلا بيرق يعملها رقيقه رقيقه رقيقه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ما احلاها، مو عاديه ما شاء الله ما شاء الله. طبعا شوف امتياز بس لونها. اغلبك شايفه
شايفة كيف؟ ما أحلى. طلع 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 طبقات، يعني أقول لكم أنا ما بحبش أخرب إشي بس صراحة طلع كل طبقة بطبقتها وكل طبقة متحمرة بطريقة حلوة ما شاء الله. لا هي مبينة على الشاشة كثير حلوة، شوفي ما شاء الله طلعوا طبقات العشرة، يعني أبداً بتجنسيها كأنه رغيف خبز يعني أنا مش إنه يعني هي ما أذكاها السخنة بتشحي بدكم زينينهم إياها. ما تروحوا مكان بالفاصل، خسارة تشوفوا اليوم الوصفات اللي رح تنعمل ببهار ونار ما تشوفوها. عرفتي كيف فائدة؟ اسمعي هلا بس قلبتيها على طول. شفتي فائدة الغلاف؟ أنا الغلاف أنا بحب بطانة. البطانة لأني أنا بحب لا زبايني لا ضيوفي بس يشيل الطبق الهاي فبصير يلمس إنه هاي المكمورة طبقات وإنه هلا أنتِ هاي ما شلتي الطبقة البطانة خليتيها. لا طبعا هاي لأنها للعرض. خليتيها وهاي شوفوا الطبقات يعني بعدين طلعي هاي الطبقة لأنها بتشهي كلها. لا انا باكل خبز بس انا عامل رجيم يعني، بس هي قالت انا بقولها والله يلا صح. بعد الفاصل رح نشوفكم، ما تروحوا لمكان، رح نبلش بالتشعشيري باذن الله تعالى. احكي لكم ايش كنت عم بعمل وبتخانق انا وياهم، بقول لهم كيف انا زي ليلى والدئب وسارقه الكعكات كلنا امبارح واحنا طلعوا الكعكات اللي بتحين اسمر هات صح، طلعوا معنا زيت الزيتون شوفوا البركه واليانسون والشوم والله العظيم بجنوا شو هالشاشه. المهم فانا قلت لهم ماخذيتها زي هيك وقلت لهم باي باي، انا ليلى والدئب سلام وطالعه. والله سارقتهم، عجبكم ولا ما عجبكم؟ نشغل الغاز عشان الجميع قعدوا يشكوني هلا لعطاف يقولوا لها ما بتاكلنا امتياز وحالتهم حاله. طيب هلا رح نعمل وصفتنا الثانيه اللي هي التشعتشيل. تمام، لا مقاديرنا رح نحتاج لست حبات بيض ألوف وحبتين بصل مفرومين بقدونس حسب الرغبة، وطبعا عنا زعتر وملح وفلفل أسود من الكسيح وبهارات مشكلة، وعنا شنينة من المها وجميد من شعبان. طيب الحين طبعا ست عطاف ايش الحلو فيها؟ هي بالفاصل واحنا بنقرأ المقادير واحنا كل شيء، وانت ايش؟ لساتك بتشرحي لهم في الموضوع صح؟ نعم ما سمعوا ولا شيء من اللي حكيتيه مبدئيا. بدي ارجع اذكركم انا زعلانه منكم شوي، بتنزل شوي المشاهدات تطلع شوي المشاهدات، اليوم الحلقه كثير حلوه الى اهل اربد، وينكم يا فزعه اهل اربد؟ انا مش عارف اليوم بس امتياز تعمليش وصفات من الشمال وبتستقبليش ضيوف من الشمال، واليوم حماسكم كان شوي قليل فبدي اياكم حماسكم كثير اكثر لحتى تفوزوا بجائزه بنهايه البرنامج من منظفات الجزيره. شيروا الحلقه وابعثوا لنا اسئلتكم، هلا كان في سؤال على المكمور راح اسالك اياه، وهلا بتبلشي تحكي لنا عن الوصفه، هلا بسمعوكي. ماشي، هلا احنا استخدمنا ست بيضات. تمام، مقابل كل ست بيضات راح نحتاج معلقه طحين كبيره تقريبا، طبعا الطحين حسب الحاجه لحد ما نوصل لل الثك اللي احنا بدنا اياه يعني السماكه. بس هلا مبدئيا لو عيار انا اول مره راح اعمل تشعشيل وادوقهم للعلم. هلا ست بيضات، حستخدم كاسة لوف، هذا لوف هو أصل الطبخة هي التشعتشيل، هي نبتة بتطلع بالربيع وبلموها الحجات والستات اللي بيعرفوا قيمتها طبعا، وإحنا إن شاء الله من اليوم راح نصير نستخدمها ونحتفظ فيها لأنها أصلا مفيدة في كثير من الطبخات. هلا اللوف سلكته كبيت ميته عشان تروح الشعطه او المروره اللي فيه، بضيفها على انا بعرف دائما انه بسلقوه اول مره دقيقتين ثلاثه نعم شو لانه هو مر مر وعلى اساس كمان يعطيكي هاي النداوه اللي فيه يعني ما يكون. هلا لو بدي اشتري لوف من السوق بلاقي؟ في عند العطارين اللي هو مجفف. مجفف وهو هلا مجفف لانه بلموه بالربيع وبيحتفظوا فيه. طب اخذته مجفف كيف شو كيف بعمله؟ بس بتاخذ مثلا اذا على عيارنا هون الست بيضات بدنا كاسه لوف مسلوقه ومكبوبه ميتها. نعم، وبتحركيها مع البيض. هلا بدنا نضيف، انا بحب البصل الاخضر يكون موجود على الهاي. بصل اخضر واذا ما عندي بقدر البصل عادي؟ طبعا هي البصل ما انا رح احط التنين هيك على اساس يعطيني. طيب مقلب زيت زيتون هيك محمس شوي. انا عم بعمل لك اللبن، قلتي لي حطي تقريبا شنينه صح؟ نعم، من المها وحطي عليهم جميد من شعبان. نعم، فحطينا مغلف جميد شعبان المتوفر في كل مكان يا جماعه، حلوه فكرته كثير، لا زنخه ولا ريحه ولا لون، وحطينا علبه شنينه من المها. في ناس بحب ما بيلاقي اللوف بيستعيض عنه عن بالبكدونس و لو ما كان عندي لوف عادي في عالم بيستخدمه هيك، بس هي اصل الطبخه ان جيتي للصحيح بعد اللوف ما في نكهه وطعم اطيب. وانا برضو راح اضيف لها رشه هيك عشان
انه اللي بده يصير ما يلاقي اللوف ممكن يستخدم البقدونس. طب البقدونس بيعطي نفس النكهه اكيد. انا اول حدا يقول لي انه طيب، بس اللوف هو اصل الطبخه. تمام. اصلا بحب احط رشه زعتر بري. في حدا بيحط شيء غير السلق مثلا بدل اللوف؟ لا 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 لو هي تشعتشيل هاي، وما ادراك ما تشعتشيل. طيب الافضل اول شيء اطبخ اللبن قبل واعمل طبعا لازم لازم اللبن يكون يغلى. اللبن يكون يغلى، احنا نخلي اللبن يغلى. انت محضرت لنا طنجره حلوه على فكره، هلا بسكب لهم اياها. بس راح اضيف بهارات، هي عباره عن حلبه والنفل كمان، هاي زهره بتطلع بالربيع بيستخدموها بهارات منسف. لسه بدي اقول لك هي نفسها بهارات المنسف اللي انت مستخدمها. نعم. وحبهال. تمام. وكمان عصفر، حط رشه طيبه كثير وعالشراب. هلا بتحط مجرد ما حطيتيها ريحتها بتجنن كثير حلوه. عمايل حماتي بوجه تحيه لحماتي، امبارح اعطتني اياهم وانا استخدمهم بالحلقه، بس خفت ينقص علي. بديك افضي لك هذا الصحن تستخدميه، وان شاء الله يا ربي الله يعطيها الصحه والعافيه وتضلها تعمل لنا. على فكره اول حدا يطلع يحكي عن حماته مبسوطه. إيه انا حماتي يعني خط احمر. الله يخليكم لبعض، وحلوة كتير المحبة الصراحة. الحمد لله. هلا بحط رشة فلفل أسود. رح أعطيكي هذا الصحن عشان يكون أكبر شوي للاستخدام، وأشيل أنا هذا الحكي كله. ورشة ملح، طبعا هو معلقة ملح بدها تقريبا. تمام. احنا قبل الفاصل يا مروة لازم نرجع نذكرهم انه احنا الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك، يفوتوا عليها يشيروها ويبعثوا لنا اذا عندهم اي استفسارات اي تعليقات لحتى يفوزوا بجائزة مقدمة من منظفات الجزيرة في نهاية الحلقة. كنا نعمل المكمورة، بس كان في سؤال انه طبقات كانت معجنة. احنا حكينا اول شيء السؤال اللي هو طبقات كانت ملزقة ببعض، سؤال ما فيها كمية زيت معجنة كافية اللي بتحمصها وبترفعها كل طبقة عن الثانية، بتكون زيتها كميته اكيد غير كافيه. طيب احنا اللبن ما حطينا عليه نشا ولا شيء. ولا شيء لانه جميد صح؟ آه جميد شعبان، ما بده لا نشا ولا 100%. الله ريحه اللي انت عميته وعملت لها قطعه كمان ريحتها بتشهي. هيا طب هلا احكي لي، هلا هي بتنحط بتتسقط باللبن زي لا. مبدا العجه تقريبا، بس بدل ما بتنقلها بنسقطها باللبن صح؟ صح. خليني اسكب اللي هي محضريتهم هيك، اسكبهم عادي اها عشان بس حبات التشعتيل. طبعا هي ما شاء الله بتجنن ما شاء الله. هلا بنضيف الطحين، خلينا نفرجي المشاهدين بس كيف السمك بيكون. لازم ادوقها الصراحه. طبعا هاي طبخات شتويه، يعني بحياتي ما اكلت التشعتيل، هي اول مره تصدقي. هلا يعني بدنا نشوف معناته رايك. اكيد المكموره بتشهي، فكيف التشعتيل؟ طب اذا احكي لك شغله، هلا انت لما عملتي المطبخ التحضيري او مطبخكم الانتاجي قديش لقيتي قبول من الناس؟ هلا يعني احكي لك قبول من الناس، انا لما بلشنا بالفكره هيك كانت يعني انه خلينا نجرب، انه يعني طبعا اي مشروع بدك تدخليه بدك تعملي اول شيء له تسويق واعلان، وما توقعنا صراحة إنه يكون عليه الإقبال هذا. بحكي لك بلش ب 75 قرش، هلا يا الحمد لله يعني الحمد والشكر لله، فهي بركة الحجة يعني الله يا رب يعطيها الصحة والعافية. مامتك الله يخلي لك إياها. هي مشروع يعني حب يعني عائلة حلو حلو يكمل إن شاء الله. وانت وخواتك ووالدتك في المشروع؟ لا والدتي لا، هي يعني مشجعه لانه نبلش بشيء شغل حلو، يعني الواحد زي ما حكيت لك بعد التقاعد بتبلش، انا بالنسبه لي بلشت حياتي من جديد، ولا حسيت حالي انولدت من جديد بشيء بحبه. عاد الناس بس تتقاعد متعودين انه خلاص قاعدت بدها ترتاح بدها تقعد بالبيت ساعات شغل، تشتغلي شيء بتحبيه مش مجبره عليه، تصحي الصبح بدري عشان تعمليه، بتعملي بحب، بتفيدي ناس، ممكن يشتغل معك حدا. الحمد لله بالمطبخ معنا صبايا بيساعدوا وبيساعدوا عائلاتهم كمان. صحيح. طب انت هلا كيف عرفتي انها بحاجه لاكثر طحين؟ لاني انا بدي اياها السمك اللي هلا خلينا نورجيهم اياها يا انمار قبل ما نطلع فاصل عشان هي تكمل لهم بعد الفاصل. هي تقريبا كل 6 بيضات بالضبط بدهم كاسه معلقه طحين. هلا اذا شفت هلا انا هيك بدي اياها. هذا القوام، خلينا نورجيهم اياها. ايوه على 3 كاميرا، اي هيك هيك ايوه
هيك اللي بتقدر ها تنزل معاي بالمعلقه الثانيه، شايفه كيف؟ عشان تتماسك مع وهي اللبنات لسه ما غلوا، شو رايك احنا بعد الفاصل نبلش نسقطها جوا اللبن؟ احنا صرنا باخر خمس دقائق من البرنامج، ما تروحوا لاي مكان، ابعتوا لنا زي ما قلنا ايش رايكم بوصفات اليوم ست عطاف، وكمان ابعتوا لنا رايكم بكل شيء صار اليوم بحلقه بهار ونار، وبعد الفاصل بنكمل اخر الوصفه ونسحب على الرابح من الجزيره. يعني شو ريحه هالاكله، شو طعم هالاكله، شعشير اول مره ادوقها بحياتي، بس فعلا طعمها كثير لذيذ، ما بينك انك حاطه لوف ولا شيء، بس عملتي اخر شيء تقلايه، تقلايه البصل، قلي البصله وهيك هاي بتحطيها على الوجه مع زيت الزيتون. جنن. طب هلا بتشهي على فكره، انمار عم بيقول لي شكلها كثير زاكيه. طب خلينا نحكي لهم ايش عملتي هون باللبن باخر شيء، بس اخذ بهارات رشه خفيفه هيك بس زياده التزيين. حلوه ولا هي مزينه حالها الصراحه ولا بدها ولا شيء الصراحه، ابدعتي اليوم يا شيف عطف. قولي لي ايش بدك. كان في بهارات اللي برضه شممتك اياهم، خلص اخذوهم انت، احنا بنعتبر حالنا رشينا. انا صلي على فكره كل حلقه وهي عم تستشهد شو عم بعمل، عم بتناقر انا وياهم هن ايش بدهم ياخذوا وانا ايش بدي اخذ، بنحجز طول الحلقة والله طول الحلقة. طيب اليوم بس آخر إشي قبل ما نختم حلقتنا، احكي لنا آخر إشي إيش عملتي. غلينا اللبن، بلشنا نعمل المقادير اللي أعطيتها للمشاهدين، بعدين عسل عيدي لهم إياها مقادير الشعشي عشان يعرفوها. ست بيضات، بدهم ست معالق طحين، بدهم رشة من البهارات الحبهة، العصفر، حلبة محمصة، نفل، أنا استخدمت اليوم هاي الخلطة، وحبهل، ورشة ملح، رشة فلفل، وبصلة قلبناها بزيت زيتون وأضفناها على الخليط مع اللوف المسلوق مسبقا ومصفى، وبصل أخضر، وإذا رغبت ببقدونس أو كزبرة حسب الرغبة يعني، وخلطناهم مع بعض، بعدين عملناهم بالمعلقة ونزلناهم باللبن المغلي مسبقا. لازم لازم اللبن يكون يغلي لأنه على أساس تتماسك الخلطة وما تفرط معك، وبالآخر بتحطي بهارات المشكل اللي حطيناهم، وصحة وعافية. بدها تقريبا يعني تقريبا 20 دقيقة على بدها تضلها باللبن 20 دقيقة بعدين بسكبها بعملها تقلية البصل، لأنه هي طحين قمح بيض، فالمواد ما يعني بسهوله انها تتماسك وتستوي وصحه وعافيه. بدي اقول لك يسلم ايديكي، صحه وهنا، بدعتي ونورتيني. ولكن قبل ما انهي حلقتي واحكي اسم الرابح، لازم لازم اوجه تحيه كثير كبيره لوالدتك، الله يخلي لك اياها، اللي عم دائما الانسان عايش ببركه عيلته، دائما خذوها قاعده، بركه الام والاب لا تنتهي. نعم. فخذوا دائما بركتهم. وبناتك الثلاثه الله يخلي لك اياهم موجودين اليوم معنا بالاستوديو، ما عاد عندك بنت بفرنسا تدرس طب، الله يخلي لك يا رب، الله يسهل امورها ويتحقق حلمها، واذا زبطت معاها راح نكون مبسوطين، واذا اختارت تخصص ثاني برضه راح اكون مبسوطه، انا فخوره فيها. ايش بتحبي تحكي لها؟ هي عم تسمعك اكيد، بحكي لها انه احنا بنشتاق لك، وان شاء الله انك تكوني قد المسؤوليه، وربنا يا رب ييسر لك اللي فيه الخير بالنهايه، شو ما اخترتي تخصص شو ما الله ييسر امورك، احنا كثير فخورين فيكي. بحب احكي لفروحه يا ربي تنجح بالتوجيه هي وكل طلاب التوجيه، ان شاء الله يا رب يا رب. ومعلش بقبل ب 99 يعني ها الله يخلي لك اياها. وبدي ارحب بحبيبتي ريماس، الله يا ربي كمان ينجحها وييسر امورها ويفرحونا، ولف مروحه اللي بالبيت تستحضرني، انا بحبك بحبك بحبك، الله يخلي لك ان شاء الله يا ربي. اهم شيء اهم شيء زوجي داعمي اللي الحمد لله فهم موهبتي وما يعني ما مانع ودعم. طيب خلص احنا خلصنا الحلقات، صلهم بيحكوا بداني يلا يلا يلا، خلصنا وقت هلا البرنامج، تابعوا هلا بعد بهار ونار راح يكون شيف ونص ان شاء الله مع الشيف نجود والشيف سالي. قبل هيك راح نعلن اسم الرابح معنا اليوم، الفاز بباكج من الجزيرة ليما المهداوي، ألف مبروك فزتي معنا بجائزة حبيبتي. يلا مبارك يا ليما. أنا هاي كانت التحية إنه لشفات اللي درسوا معي في الدبلوم، كثير كثير بحبكم، كثير دعمتوني، والاتصالاتكم اليوم الصبح عن جد رفعت معنوياتي، وربنا يسر امورنا كنا اللي درسنا. آمين. ويكون عندنا طريق النجاح، وكل واحد ربنا يسر اموره والسلام. طيب. خلص خلصنا يا جماعه اليوم حلقتنا، تابعونا بيوم السبت بحلقه كثير حلوه ومميزه راح تكون، حضر فيها شيء. باي باي من